فجأة تحولت أنظار العالم نحو بلد أفريقي لا يذكر اسمه كثيراً ولا تلتفت له القوى العالمية، أو هكذا كان يبدو، ليصبح اسم النيجير الشغل الشاغل لعواصم عالمية ولقوى دولية وإقليمية، وليهدد بتغيير الخارطة الجيوسياسية في القارة السمراء بأكملها أو غرب القارة السمراء على الأقل، وذلك بعد أيام من الانقلاب العسكري الذي حصل في النيجير. ظهر أن هذا البلد يتمتع بثروات كبيرة ومعادن مهمة، بل أكثر من ذلك، ظهر أن دولاً غربية تستغل ثروات هذا البلد من اليورانيوم والذهب والمعادن الأخرى بطريقة بشعة، ولا تترك لأهلها سوى القليل من تلك الثروات والكثير من الفقر والجوع. ولتتجه أصابع الاتهام في هذا الاستغلال مباشرة إلى فرنسا صاحبة النفوذ الأكبر في النيجير وفي إفريقيا والمسيطرة على مناجم المعادن واليورانيوم في هذا البلد. ولم يكن مفاجئاً أن تتحرك باريس على وجه السرعة لتهدد بتدخل عسكري لإعادة ما تقول إنها الشرعية الدستورية، ولولا أن رغبة فرنسا اصطدمت هذه المرة برفض من دول إفريقية تحكمها سلطات عسكرية ناشئة عن انقلابات كبوركينا فاسو ومالي، ويبدو أنها هذه هي الأخرى قد ضاقت ذرعاً بالنفوذ الفرنسي. لكن في المقابل عواصم إفريقية ووازنة تتحدث عن رفض الانقلاب تحت مبرر أن دعم هذه الانقلابات العسكرية وإن حملت شعارات استعادة السيادة الوطنية إلا أنها لا تأتي بخير، كما أنها تساعد على إبقاء القارة السمراء في دوامة الانقلابات المستمرة التي تدمر أكثر مما تبني. ففي هذه الحلقة نتساءل، هل ما يحدث في النيجير هو تمرد على الهيمنة الفرنسية ورغبة في استعادة ثروات البلاد كما يقول القادة العسكريون الانقلابيون، أم أنها صراع على السلطة وطمع من هؤلاء القادة لأخذ مكاسبها الكثيرة؟ السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أنت الحكم. نفتح نافذة لصوتكم واختلافاتكم حول قضايا سياسية متعددة، صوتكم يصنع الحدث وأنتم الحكم. ونبدأ بتعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي التي اخترنا منها هذه التغريدات. الإعلامي أحمد منصور قال إن التحالف ضد فرنسا في إفريقيا يتوسع بعدما قررت حكومة النيجير إلغاء الاتفاقات العسكرية مع فرنسا، وكذلك فعلت حكومتا مالي وبوركينا فاسو اللتين انقلبتا ضد فرنسا قبل أن يعلنان عن أن أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب عليهما. أما جبرين فقال حلال على ابن دبي حرام على ابن عبد الرحمن. تشياني دائما تذكر كيف باركت فرنسا انقلاب دبي الابن على الدستور، وانقلاب دبي كان في تشاد كما نعلم، وتنادي باحترام الدستور في النيجير. إلى تغريدة إسلام عقل التي كتب يقول، في 2022 من ديسمبر كنت في النيجير لتنفيذ عمل تلفزيوني عن جرائم فرنسا بها وما جنته على أهلها من فقر بعد عقود من سرقة ثرواتهم ومواردهم. كانت أهم رسائل العمل ما قاله النيجيريون في نهاية الفيلم عن أحلام التحرر من قبضة فرنسا. لم يمض العام قبل أن تلامس أحلامهم أرض الواقع. إلى تغريدة محمد العربي الذي يقول، انقلاب العربي زيتوت يقول، انقلاب النيجير والرفض الإفريقي للسيطرة الفرنسية يخلط الأوراق في القارة الأوروبية. أما الحبيب الأمين فيغرد قائلا، دعم جنرال الانقلاب والتمرد وعسكرة الدولة في ليبيا دعم انقلاب العسكر في النيجر والمطالبة بالعودة للحكم الدستوري. فرنسا انهزمت وتعاني الانفصام وتفقد أقنعتها أمام ضحاياها، وهذا يعني نهاية لدورها الجيوسياسي في إفريقيا التي سيقرر الدور جيل جديد. أما أبو خالد فكتب، لذلك مرفوض هكذا نوع من انقلاب، وإن أردنا نسمي الأشياء بأسمائها هذا ليس انقلاب، هذا انفلات من قبضة السراق وعمل ثوري تصحيحي لإعطاء كل ذي حق حقه بالعدل والسيادة المطلقة لأصحاب الأرض ورفع الظلم عنهم. النيجر بلد الأحرار، يختم تغريدته.
أهلا بكم. قبل ترحيب بضيفي الحلقة أذكر بالسؤال الذي طرحناه على موقع قناة الحوار في فيسبوك لاستطلاع آرائكم. انقلاب النيجر العسكري، هل هو طمع العسكر في الاستيلاء على السلطة ونهب ثروات البلد؟ كانت النتيجة 16% يرون أنه انقلاب عسكري للسيطرة العسكرية على السلطة، أما 84% فيرون بأنه تمرد على فرنسا. أرحب بضيفي الحلقة، البرلماني التونسي السابق سيد أسامة الخليفي معي من باريس، وكذلك من ستوكهولم الكاتب والباحث في الشؤون الإفريقية ياسين أحمد. وأبدأ مع أسامة الخليفي. أستاذ أسامة، ما تعليقك على نسبة الاستطلاع؟ لماذا ترى أغلبية كاسحة ممن استطلعنا آراءهم أن ما جرى من انقلاب عسكري هو ليس لسيطرة قادة الانقلاب على السلطة، وإن فعلوا ذلك يعني بالنتيجة، ولكن الأهم هو أنه تمرد إفريقي نيجري على هيمنة فرنسا؟ طبعا هي كل الانقلابات تجد يعني تلقي من العامة حسب البروباغندا التي تشتغل وحسب الظروف التي تمر بها البلدان، وهذا عادي. يعني كل الانقلابات في خصوصا في الدول المتخلفة والدول العالم الثالث تجد لها مبررات، وكل المبررات يعني تدور حول السيادة الوطنية والنهب أرزاق الناس وأرزاق الشعوب وغيرها، وهي مبررات لتبرير انقلابات وهي صراعات على السلطة لا غير. يبقى كونه ربما هناك جانب من الحقيقة في هذه الاستطلاعات وفي ما تراه الشعوب، وهي حقيقة أن الشعوب اليوم ثرواتها منهوبة، والشعوب يعني تعيش الفقر وتعيش الخصاصة وتعيش كثير من المشاكل خصوصا في دول العالم الثالث، ولكن أنا أتحدث هنا هنا من موقع يعني أو من موقف المبدأ. يعني كل الانقلابات هي عنوان للتخلف وهي عنوان للضعف وهي عنوان للتسلط ومزيد التسلط واستعباد الشعوب، ولنا في ذلك تجارب كثيرة يعني عديدة. طيب. من الانقلابات بداية مهمة سأناقشك في دعاوى أن هذا تمرد على فرنسا فيما بعد، لكن اسمح لي أن أسمع وجهة نظر أستاذ ياسين أحمد. أستاذ ياسين أحمد، مرة أخرى أهلا بك في هذه الحلقة من أنت الحكم. لماذا يرى كثير ممن استطلعناهم أن ما جرى في النيجر هو تمرد على فرنسا؟ فرنسا صاحبة التاريخ الطويل في استعمار هذا البلد حتى الستينات عندما استقلت النيجر من فرنسا، وما زالت فرنسا تهيمن بشركتها التي تستثمر في اليورانيوم على أكثر من 60%. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا على الاستضافة. بتقدير يعني أن هذا الانقلاب هو فعلا تمرد ضد يعني فرنسا، وكذلك هو انقلاب من أجل استعادة السيادة لدولة نيجر، وكذلك هو أيضا انقلاب من أجل الخروج من سياسة الفقر والتفقير التي اتبعتها فرنسا لعقود، لأنه نرى الآن الازدواجية في المعايير أن فرنسا الآن يعني تتقاضى يعني النظر على انقلابات أخرى في نفس المنطقة في غرب أفريقيا على سبيل التشاد. يعني تشاد لو أخذنا تشاد ما هو انقلاب، يعني باركت فرنسا الانقلاب في تشاد لأنه يخدم مصلحتها، ولكن ربما يعني في النيجر لا يخدم المصالح الفرنسية. فإذا هذا الانقلاب بعيون الشعب النيجيري هو انقلاب نحو التحرر من الاستعباد والاستعمار الفرنسي. طيب، من قال ذلك غير قادة الانقلاب، غير عبد الرحمن الشياني وغير متحدث باسم الجيش؟ من قال بأن هذا هو من أجل عيون الشعب النيجيري؟ وهل هؤلاء القادة العسكريون حريصون على مصلحة الشعب؟ ألم تعينهم أصلا فرنسا؟ ألم يدرب حتى الحرس الرئاسي تحديدا الذي يقوده عبد الرحمن شياني، ألم يدربه ضباط تدربوا في الولايات المتحدة الأمريكية؟ ألا يمول الفرنسيون الجيش النيجري؟ ألا يسلح الفرنسيون الجيش الفرنسي؟ إذن على من نضحك؟
أنا لابد يعني أن ننظر للانقلابيين من نظرة أخرى، بمعنى إذا كان هذا الأمر كما تقول، لماذا لا يتفاوض العسكريين الانقلابيون يعني مع فرنسا ويختصروا الطريق؟ يعني الآن هناك يعني إلقاء للعقود والاتفاقيات التي أبرمت مع الحكومات السابقة المتعاقبة في فرنسا، فأنا أعتقد هناك دوافع جديدة مما جعلت انه يعني الانقلابيون يعني ينتهجون النهج يعني اعاده السياده وخروج البلاد من هذا من حاله الفقر وسياسه الفقر التي يعني مارستها فرنسا. مثلا ادي لك على سبيل المثال، يعني الان الانقلابيون عندما يطالبون بالسياده ويلقون كل الاتفاقيات مع فرنسا، فاذا كان هم يريدون السلطه كان يتفاوضوا، ومثل ما حصل فعلا، وفرنسا الآن في السابق دعمت كل الانقلابات في غرب أفريقيا. طيب هذه نقطة مهمة، نعم. أنقلها لضيفي أستاذ أسامة. يعني سيد ياسين يقول لك لو كانوا فعلا هم هدفهم فقط الوصول إلى السلطة وخدمة مصالحهم، لماذا يلغوا كل الاتفاقات مع فرنسا؟ فرنسا التي تهيمن على معظم ثروات هذا البلد ولها ربما اليد الطولة حتى في سياسة هذا البلد، هؤلاء الانقلابيون ينقلبون عليها، إذا كيف لا نصدقهم عندما يقولون بأننا نتمرد على الهيمنة الفرنسية؟ هو أنا لست من يعني من يقرأ الصورة أو الانقلابات أو التحول في المشهد الجيوستراتيجي بعين مجردة. يعني هناك انقلابات تدعو إلى التخلص من دول معينة وترتمي في أحضان دول أخرى، وعلى سبيل الذكر هنا يعني روسيا وفاغنر. اليوم الدول الإفريقية والدول العالم الثالث دخلت أو أدخلوها في لعبة أكبر مما يتصور البعض، وهي لعبة إقليمية للأسف، وهي حرب عالمية مفتوحة ساكتة إلى حد الآن، يراد يعني نقلها من الصراع ربما بين الروس والأوكران والغرب بصفة عامة إلى دول إفريقية. وطبعا يعني القادة بين ظفرين السياسيين يبيعون لمن يريد سماع ذلك أنهم يتحررون من دول معينة. طيب، ولكن ما العيب في ذلك؟ ما العيب في ذلك أستاذ أسامة؟ فرنسا منذ عام 1960 عندما استقلت النيجر منها حتى الآن، ماذا أفادت النيجر؟ انظر إلى معدلات التنمية، انظر إلى معدلات الفقر في هذا البلد اللي مساحته ضعف مساحة فرنسا، فقر وراء فقر، نهب وراء نهب. أليس من حقهم إذن أن يتمردوا ويتحالفوا مع من شاءوا؟ العيب في كل من يمسك السلطة في مثل هذه البلدان، العيب في اختيار الناس، العيب في المناهج والسياسات الداخلية قبل التدخل الخارجي، العيب فينا، العيب فينا نحن كأفارقة وعرب، العيب في أن نخبتنا السياسية والاقتصادية لم تجد حلول لإخراج يعني بلداننا من المأزق الاقتصادي والمأزق السياسي والمأزق السياسي. كلام في غاية الأهمية، كلام في غاية الأهمية. أسمع رد أستاذ ياسين. يعني كما يقول لك أستاذ أسامة، بدل ما نجي من الحضن الفرنسي ونرتمي في الحضن الروسي، لماذا لم يساهم هؤلاء القادة في تنمية بلادهم؟ لماذا لم يشيروا على الرئيس محمد بازوم وعلى حكومته بالخطط الاقتصادية إذا كانوا يستطيعون، إذا كان لهم يعني تأثير؟ لماذا فقط عندما في 24 من تموز الماضي عندما يقرر الرئيس، وذلك حسب أكثر من مصدر منها حتى صحيفة أخبار الخليج، يقرر الرئيس محمد بازوم إقالة عبد الرحمن تشياني، يأتي الأخير تشياني بعد 3 أيام وينقلب عليه؟ يعني الأمور أعتقد أنها مكشوفة وواضحة. لا طبعا أنا أختلف مع ضيفه الكريم. يعني أولا يعني حكام الرؤساء والحكام المتعاقبين في غرب أفريقيا معظمهم يستمدون شرعيتهم من فرنسا، لأنه أصلا لا يبالون في يعني في السابق بما يريده متطلعات شعوبهم مطالب شعوبهم. صحيح أن اتفق في هذه الجزئية، ولكن في النهاية يعني شرعيتهم السياسية كانت تستمد من فرنسا، لا
لأنه عندما فرنسا لديها جيوش ولديها قواعد عسكرية في هذه المناطق. وتخيل معي إذا كانت هذه الدول يعني إكواس، الهدف من إكواس هو التحكم في هذه الدول لدول غرب أفريقيا. يعني الآن مثلا لو أخذنا الدول شمال أفريقيا، الجزائر والمغرب، لماذا هذه الدول اللي كانت استعمرت فرنسيا تحررت من النقدية يعني الفرنسية؟ الآن الفرنك الأفريقي يعني أصوله في 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 باريس في فرنسا يعني. فعندما يعني يأتون هؤلاء الحكام، يعني كل المقيدون ومسيرون، ليسوا مخيرون يعني. فبالتالي كان شرعيتهم تستمد من الدعم الفرنسي. لا وضح لنا هذه، وضح لنا، لأن هذه إشكالية صعب فهمها. ها محمد بازوم يعني كنت معه أو ضده، أحببته أم كرهته، أتى بشرعية انتخابية حتى وإن قيل بأنه يعني علاقاته جيدة مع فرنسا، لكن من الذي أتى بعبد الرحمن تشياني؟ هل هي شرعية انتخابية؟ هل الشعب هو الذي انتخب عبد الرحمن تشياني؟ هل هو الذي طلب من الحرس الجمهوري ينقلب على الرئيس؟ أولا يعني هذا ليس رأي، الآن رأي كثير من الشعب النيجيري الآن عندما يعني الآن بخرج ويعبر في المظاهرات وغيرها في السوشيال ميديا. الآن النيجيريون يقولون بحرف واحد، حتى الانتخابات الماضية، انتخابات التي جاء بها يعني الرئيس المعزول محمد بازوم، لم تكن انتخابات نزيهة وكانت مدعومة فرنسية، لأنه هذا الرئيس، هذا الرجل محمد بازوم هو حليف ولديه الولاء لفرنسا. فبالتالي حتى هذه الانتخابات لم تكن نزيهة. الآن يريد الانقلابيون بدعم شعبي أن تكون مرحلة انتقالية وتكون فيها انتخابات. لكن الآن خلينا أرد على السؤال المحوري اللي ضيفك تفضل فيه وسألت، يعني أنه كما قلت يعني الآن إذا كان الشعب النيجيري حكم على محمد بازوم خلال سنتين، ماذا قدمت هذه الحكومة؟ هذا الشعب لديه اليورانيوم الاحتياطي ويورانيوم تاع نيجر يعني يضيء فرنسا 70% الكهرباء في فرنسا تأتي من، وهذه الدولة والنيجر يشتري الكهرباء من نيجيريا، و13% فقط يعني 26 مليون شعب نيجيري فقط 78% يعيش في ظلام دامس. أي ديمقراطية هذه؟ أي عدالة اجتماعية؟ طيب. أي منطق؟ أي إذا أستاذ أسامة، أي عدالة اجتماعية إذا كان هؤلاء القادة يرون بأن مصلحة شعبهم هي في تغيير محمد بازوم بعد فشله خلال عامين من أن يحقق شيء للشعب النيجيري، وهؤلاء استشعروا المصلحة الوطنية العليا في تغيير هذا الرئيس لمصلحة الشعب؟ ما المشكلة في ذلك؟ هناك انقلاب أسود وهناك انقلاب أبيض، ربما يكون هذا انقلاب أبيض. أنا قلت لك منذ البداية، أنا من حيث المبدأ ضد الانقلابات، يعني الانقلاب هي ظاهرة متخلفة، والانقلابات في إفريقيا لم تعطي وكانت على نفس يعني المطالب لم تعطي نتيجة، ويعني هو صراع على السلطة، صراع محموم، وهو صراع إقليمي يعني يتدخل فيه عديد المصالح وعديد الدول، ويجب قراءته من حيث المبدأ في هذا المستوى. ثم المشاكل الداخلية، طبعا هناك مشاكل اقتصادية واجتماعية في الدول الإفريقية، في دول العالم الثالث، وأنا أعتقد أن الديمقراطية والتشاركية والحوار هي الحل لكل المشاكل. ثم في مرحلة ثانية، طبعا أنت ذكرت يعني هو الذي قام بالانقلاب هو من النظام يعني، وهو تم تعيينه وربما تم التخلي عليه، ويعني نعم كان في أنباء بأنه في 24 يوليو قرر الرئيس عزله، ليأتي خبر بال 27 يوليو أنه عبد الرحمن هو الذي يعزل الرئيس. نعم هي ردة فعل، والمفارقات أن محمد يعني الرئيس بازوم المنقلب عليه كان يعني يساند بعض الانقلابات في دول أخرى. فأنا من حيث المبدأ أقول أن الانقلابات ليست الحل، وأن الانقلابات العسكرية ليست الحل. الحل هي التشاركية والديمقراطية والحوار. الحل هي في مناهج اقتصادية متقدمة، وفي اتفاقات يعني يكون فيها ميزان الند للند والمصالح المشتركة بين الدول، لأن العالم
منفتح اليوم وعدم الخضوع للمقاربات الجيوستراتيجية التي تحكم العالم اليوم. يعني واضح أن روسيا اليوم ذاهبة هي والصين لمزيد بس يعني نفوذها في الدول الإفريقية، وهو انتقال من أحضان ربما دول إلى حضن دول أخرى، وهذا هو المشكل في الأخير. إذا لم نتفق على هذا فإن الدول الأفريقية والشعوب ستبقى في نفس هذه الزاوية. طرحت شكرا لك أستاذ أسامة، سأطرح هذه الزاوية أعيد من يعني حاضنة إلى حاضنة أخرى ربما أكثر خطورة وأكثر استبداد على الشعوب. أستاذ ياسين، هذه الزاوية لم أسمع ردك عليها، يعني بدلا من أن نواجه فرنسا، بدلا من أن نصحح العلاقة مع فرنسا، بدلا من أن نصحح أوضاع الشركة الفرنسية التي تهيمن على أكثر من 60% على مناجم في مناجم اليورانيوم، نذهب إلى الحضن الروسي؟ ماذا فعل الروس من خلال فاغنر في السودان؟ ألا تقول مصادر كثيرة بأنهم ينهبون الذهب السوداني لمصلحة عصابات فاغنر؟ يعني هل الروس أعطوا مثالا أحسن من الغرب للتحالف معهم فيما يتعلق بالثروات؟ كيف ترتمي تذهب كما يقول المثل من الدلف إلى المزراب، يعني من سيء إلى أسوأ منه كما يرى البعض؟ هو طبعا يعني في النهاية الحل يكمن في الشعوب الأفريقية. يعني هذه الشعوب الأفريقية لابد أن تطالب بالحكم الرشيد والديمقراطية، ولكن لو تكلمنا تحديدا في غرب أفريقيا، هذه الشعوب كانت مقهورة شعوب لأن تحكمها أنظمة عسكرية ومدعومة من الغرب، مدعومة من فرنسا تحديدا. كل الانقلابات يا سيدي، يعني في انقلابات في غرب أفريقيا، لماذا الانقلابات كل التي تمت في غرب أفريقيا باركتها ودعمتها فرنسا إلا الانقلاب في النيجر؟ فالآن الشعب ومالي وبوركينا فاسو أيضا، نعم أيضا، لأن هذه الانقلابات كانت تدعو للارتماء في الحضن الروسي. يعني الأمور واضحة. السؤالي ليس أنه موقف فرنسا خطأ ولا موقف فرنسا صح، سؤالي هو هل موقف هؤلاء خطأ أم صح؟ أنهم يهربون من هيمنة ليقعوا في هيمنة حلف آخر. نعم، الحل أنا في تقدير يكمن يعني خلق توازنات. هذه الدول الأفريقية لابد أن تنوع تحالفاتها الاستراتيجية على أساس المصالح المشتركة، سواء كان مع يعني معسكر الغربي ومعسكر الشرقي. رأينا الآن مثلا في دولة الجزائر، الآن دول أخرى في شرق أفريقيا وغرب أفريقيا، هناك الآن ظاهرة التوجه شرقا، بمعنى أنه التحالفات مع المعسكر الغربي والشرقي تحدث نوع من التوازن. الآن شوفوا مثلا التعامل مع الجزائر بعد زيارة عبد المجيد تبون إلى الصين وروسيا، الآن القبول الغربي والترحيب والتودد الأمريكي للجزائر. يعني في النهاية هذه كل دولة لابد أن تبحث عن مصالحها أو المصالح. هل لكن وضح لي ما مصالح النيجير في روسيا؟ ما الذي ستقدمه روسيا للنيجير غير الأسلحة؟ اولا يعني لكل الان اي دوله ذات سياده يعني من حقها ان يكون عندها يعني علاقات متوازنه مع القوى الدوليه، لانه الارتماء فقط في احضان الغرب رايناه 60 70 سنه ماذا استفادت من افريقيا. الدول الان الافريقيه التي نهضت وتنهض، التي نجحت في تنويع تحالفاتها السياسيه والعسكريه والامنيه والاقتصاديه مع القوى الدوليه والقوى الاقليميه، فبالتالي النيجر وبوركينا فاسو ومالي ودول اخرى الان بدات تحزو نحو التوجه شرقا من اجل التعامل مع الغرب على اساس النديه. راينا انا اعطيتك مثال الجزائر، طيب. دوله اريتريا ودول اخرى في شرق افريقيا وغرب افريقيا الان جنوب افريقيا، فبالتالي الان هناك العلاقات لابد ان تقوم على المصالح المشتركه وعلى النديه مع الدول طيب. الغربيه. ما رايك يا استاذ اسامه، يعني العلاقات يجب ان تكون على النديه، هذه الدول تريد ان توازن علاقاتها، يعني ربما هي ذهبت بعيدا برفع اعلام روسيا في النيجر وفي هذه الدول التي قامت فيها انقلابات، ولكن ضيفي يقول لك ربما بهذا الاسلوب يندفع الغرب اكثر لتقديم تنازلات لهذه الدول كما فعل مع الجزائر. طبعا هو لا شك ان انا وافق ضيفي الكريم بان التعامل يجب ان يكون تعامل بالنديه
وبالنجاعة الممكنة، لأن العالم اليوم هو عالم مفتوح كما قلت يعني منذ البداية، وهو عالم منفتح اقتصاديا وماليا، ولا يمكن أن نعيش يعني كل دولة في جزيرة لوحدها. ولكن يعني الطريقة في الاستحواذ على السلطة هذا يطرح يعني عديد التساؤلات حول الشرعية، حول يعني ما يمكن أن ينجر عنه يعني في مثل هذه التنازلات، مستقبل الدول كدول، يعني عندما يحدث انقلاب فبعده سيصير انقلاب آخر وهكذا دواليك. فالشعوب اليوم هي رهينة لتصرفات يعني متخلفة، وهي رهينة لعقل يعني منحبس حول الصراع على السلطة دون إنجاز حقيقي. عديد الانقلابات صارت في الدول الإفريقية ولم تنجز شيئا للشعوب يعني الإفريقية، وعديد الانقلابات وعدت يعني بتحسين ظروف الشعوب ولم تعدي ذلك. يعني بل ربما هذا الانقلاب غير تلك الانقلابات. يعني هي كل الانقلابات في البداية تبدأ بتعلية سقف يعني الانتظارات والوعود وغيرها، وهذا يعني معلوم يعني الكتالوج هذا اللي تمشي عليه كل الانقلابات. الكتالوج والكتب يعني موجودة كيف يكون الانقلاب، ثم بعد ذلك لا يحدث شيء. واليوم قلت لك الصراع واضح، اليوم هو صراع إقليمي على الموارد الإفريقية وعلى الدول يعني العالم الثالث، وهو صراع إقليمي يريد تحويل يعني ميدانه أو ميدان صراعه إلى بلداننا الإفريقية والعربية. والاتجاه يعني واضح، هناك أزمة حقيقية بين الغرب والروس، ويتم تحويلها اليوم إلى إفريقيا، والشعوب الإفريقية هي التي ستعاني من ذلك للأسف وتدفع الثمن. سيد ياسين أحمد، ما مصلحة هذه الدولة النيجير التي يعتمد اقتصادها بأكثر من 70% 72% تحديداً من دخل هذه البلد من تصدير اليورانيوم؟ ما مصلحة هذا البلد فجأة ويقطع علاقاته مع الدولة التي تستورد معظم بل كل اليورانيوم منه حتى لو كان في هيمنة؟ ألم يكن من الأفضل أن يكون ذلك القرار متدرجا حكيما يبحث عن بدائل؟ طيب الآن قطعنا العلاقات مع فرنسا، منين حناكل؟ من أين سنستثمر؟ روسيا ستدفع أموال، هي روسيا أصلا محاصرة ماليا في العالم ولا تستطيع أن تجلب ملياراتها المحجوزة في الخارج، فهل ستعطي الشعب النيجيري أموالا وترسل له خبزا ليأكل؟ أنا بتقديري بالعكس يعني لن يكون أسوأ منذ قبل، يعني إذا كان الآن عندما النيجر على لمدة عقود أكثر من 60 سنة كانت تعتمد على اقتصاداتها يعني في الدعم والعلاقات الاقتصادية مع فرنسا، لكن ما هل نيجر تحسن؟ هل خرج من الفقر؟ النيجر ما زال يزداد فقرا، والنيجيريون الان يعيشون في ظلام داس. تخيل انه لما يعني الا ينبغي على فرنسا ويجب ان تسمع يعني او هؤلاء الحكام النيجيريون يطالبون من فرنسا ان تنشئ لهم مصنعا يعني مفاعل نوويه لاخراج يعني الطاقه الكهربائيه. تخيل طيب ولكن هؤلاء القاده يعني القاده العسكريون هم مصلحتهم على الشعب يخففوا من خروشهم من كروشهم، يعني لو يخففوا الاكل كان جزء من اكلهم يعطوه للشعب النيجيري. انت شوف مناظرهم. نعم انا اعتقد يبدو الحكام كلهم السابقون والحاليون الان يعني استفادوا من الدرس انه الارتهان لدوله واحده وعدم تنويع العلاقات الاقتصاديه للنيجر مع الدول الاخرى، راينا الان مثلا ما في خيارات، لو كان اليورانيوم النيجيري يباع للدول المختلفه اقل شيء كانوا الاكس ساهم في تنافس، الان ربما قد تدخل الصين، ربما تركيا، ربما دول اخرى، حتى دول اوروبيه، وربما ايضا يجب ان تقول
ربما يجب أن تقول ولا دولة، لأن الآن هناك حصار كامل على هذه الدولة، وهناك طبول الحرب تقرع. إكواس اليوم تحضر للعمل المرحلة الثانية من احتمالات التدخل وحشد القوات، حشدت حتى الآن ضعف قوات الجيش النيجري، حوالي 24 ألف عسكري. الجيش النيجري معروف تعداده قليل نسبيا طبعا بالنسبة لدول غرب أفريقيا، 12 ألف جندي، ماذا سيفعلون بجيش ضعفهم؟ وهناك تواجد أمريكي على الأرض النيجيرية، هناك تواجد فرنسي، يعني أي عبث يريده العسكر بهذا الشعار بأنهم بانقلابهم يريدون الخروج من الهيمنة الغربية، وهم ضعاف حتى عسكريا لهذا الحد. أنا بتقديري المصالح الدولية والإقليمية والتنافس بين القوى الدولية والقوى الإقليمية الصاعدة مثل تركيا والجزائر ودول أخرى وجنوب أفريقيا وأثيوبيا، في الدول أخرى إقليمية حتى أفريقية وفي الشرق الأوسط، يعني لديها مصالح لا تقبل، وكذلك القوى الدولية الآن مثل روسيا والصين لا تقبل يعني أن يكون هناك يعني تدخل عسكري، حتى لو ذهبت القضية إلى مجلس الأمن هناك فيتو روسي وصيني. فبالتالي حتى الموقف الأمريكي يريد عدم التدخل العسكري، لأن هناك شوف المصالح الأوروبية الغربية فيما بعدها، هناك أصبح الآن تضارب في المصالح وتقاطع في المصالح. حتى ألمانيا التي لديها مصالح ولديها تواجد، ألمانيا هي لا ترى أنه تريد هي المفاعل النووية في فرنسا أن تقلق، لأنه الآن هذا الشيء الآن مثلا يساعد موقف فرنسا، حتى موقف ألمانيا الذي يختلف ويتناقض في السياسة ما يتعلق بكل المفاعل النووية التي ينبغي أن تقلق في أوروبا لأنها تهدد الأمن الأوروبي. هناك تضارب بين المصالح الأوروبية الغربية من جهة، وتضارب بين المصالح المعسكرية، يعني خلط أوراق كما قال المعارض الجزائري محمد العربي زيتوت. أستاذ أسامة، محمد العربي زيتوت يقول انقلاب النيجر والرفض الأفريقي للسيطرة الفرنسية يخلط الأوراق في أوروبا، كما يقول ضيفي يعني أستاذ ياسين، أنه فعلا هناك الآن تضارب، ولا يمكن أن نستسهل بأن الإكواس ستتدخل غدا. هناك حتى الآن عدم وضوح بالرؤية، هل سنتعامل مع هذا الانقلاب عسكريا؟ هل سنتعامل دبلوماسيا؟ ألا ترى بأن ذلك ربما يفتح مجالات فيما بعد للتفاوض من خلال قاعدة مصالح الشعب النيجيري؟ وربما هؤلاء القادة العسكريون لديهم الآن أوراق قوة بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا وانقسام العالم شرقا وغربا، يريدون أن يستخدموها لمصلحة الشعب النيجيري، ما العيب في ذلك؟ هو ليس عيب، ولكن هناك رقعة شطرنج هما يعني مجرد ليسوا لاعبين فيها، هم مجرد يعني كيف يقول بيادق في رقعة الشطرنج. فيجب أن نفهم أن من يحرك هذه اللعبة هي يعني معركة بين الغرب وروسيا والصين في جهات أخرى لمصالح أخرى. فربما يعني هؤلاء القادة، وأنا هذا ما أتمناه، أن ينتفع الشعب النيجر، شعب النيجر في الأخير، وأن يرجع هذا الانقلاب بالنفع على شعب النيجر وعلى أفريقيا، ولكن أستبعد ذلك لأن رقعة الشطرنج كما حدثتك هي رقعة لمصالح الغير وليست لمصالح الشعوب، وهذا يكفي أن نقرأ التاريخ. يعني كي تتفاوض يجب أن تكون قوي، ومصدر قوتك يجب أن يكون من اكتفائك الذاتي، يعني الاقتصادي والسياسي، ويعني استقرارك السياسي في الداخل وفي المنطقة. وكل ما يحدث الآن هو ضرب للاستقرار، وهي يعني خلط بالأوراق نعم، ولكن في الاتجاه السلبي، لأن انعدام الاستقرار في المنطقة الأفريقية سيأخذ وقت، واللاعبين الحقيقيين لهم مصالح آنية يعني جيوستراتيجية، يريدون تفعيل مصالحهم قبل كل شيء، ويعني الدول مثل أفريقيا والدول العالم الثالث وحدتها
يجب أن تكون في اتجاه الاستقرار وليس في اتجاه الانقسام. تمام. والآن ما نشهده هو انقسام للدول الإفريقية والمنطقة ككل، وهذا خطير وخطير جدا. إذن لمصلحة من أستاذ ياسين؟ أليس ما يجري هو فقط لمصلحة الروس الآن؟ يعني هل يمكن أن تقنع أي إنسان بأن التنمية يمكن أن تحدث في ظل انقلاب عسكري؟ ألا تحتاج التنمية إلى استقرار وديمقراطية وحكم القانون وحكم الشفافية؟ هؤلاء العسكر هل هم الأوصياء؟ إذا كانوا انقلبوا على الديمقراطية فهل سيجلبوا ديمقراطية؟ إذا كان أصلا الشعب لا يعرف مصدر ثرواتهم فهل هم سيكونوا حريصين على ثروات الشعب النيجيري؟ لماذا لا نسمي الأمور بمسمياتها؟ انقسام أفريقيا كما يقول الأستاذ أسامة، ألن يدفع هذه القارة إلى مزيد من التخلف، إلى مزيد من التنمية، إلى مزيد من انعدام التنمية؟ هو شوف يا أستاذ الفاضل، أنه أولا يعني لا نستطيع أن نحكم على الانقلابين الآن، لأنه الشعب النيجيري هو الذي هو من سيقرر أن الانقلابيون يعني هم يعملون من أجل الشعب، من أجل إيقاف هذه الثروات التي تنهب من قبل يعني فرنسا. هل هم من أجل استعادة السيادة الوطنية، استعادة الكرامة، استعادة الخروج من الفقر إلى العدالة الاجتماعية؟ هذا الشعب النيجري هو الذي سيقرر. لكن وكيف سيقرر ذلك غير الصندوق؟ كيف سيقرر ذلك غير الصندوق؟ صندوق الاقتراع هو اللي حكم. نعم، ولكن ما قلت الآن، في هناك تشكيك وعدم قبول الانتخابات السابقة التي أتى بها السيد الرئيس المعزول محمد بازوم. هناك في يعني عدد كبير من الشعب النيجيري يشكك في نزاهة هذه الانتخابات، والدليل على ذلك هذا الرجل مما تم انتخابه لم يخرج الشعب النيجيري من هذا الفقر إلى يعني مستوى أفضل. الاقتصاد يعني ازداد طيب. سوءا. ولكن يا أستاذ ياسين، يا أخي ياسين، المكتوب كما يقال مبين من عنوانه، هؤلاء الانقلابيون حلوا الأحزاب السياسية، عزلوا رئيس مرشح ديمقراطي، كيف يمكن أن نستأمنهم على أنه لا سيعيدون الديمقراطية؟ لماذا على الأقل الآن لم يضعوا خارطة الطريق؟ يقولوا خلال 6 شهور ستكون هناك انتخابات، خلال عام لم يضعوا ذلك، ألا يكشف هذا نواياهم؟ أنا بتقديري أن الآن الانقلابيين يواجهون أولاً يعني معركة يعني قضية أنه الإغليم الآن إكواس الآن تقوم يعني هو الآن هناك في حالة طارئة، هو التصدي إلى استتاب الأمن، وكذلك التصدي إلى المقاطعة الاقتصادية والتنديد، وخاصة من قبل إكواس ومن قبل بعض الدول الغربية. فبالتالي هناك الآن في بداية الأمر، ولكن نرى هناك تطورا يعني هناك نحو التحول الديمقراطي، بمعنى أن نختار الآن رئيس وهناك الآن حكومة، وأكيد سيكون هناك مرحلة انتقالية وهناك دعوة إلى انتخابات. اختاروا رئيس حكومة فقط الآن. نحن الآن مع عودة الشرعية الدستورية، ولكن بطريقة يعني انتخابات نزيهة وتكون حرة. فنحن في بداية الطريق لا نستطيع أن نحكم، وفي النهاية كما قلت لك الشعب الفيصل هو الشعب النيجيري الذي سيقرر هل هؤلاء الانقلابيون هم يعملون من أجل مصلحة البلد، من أجل السيادة الوطنية، أم من أجل السلطة. أستاذ أسامة، أحد المتداخلين معنا سيد الهاشمي يقول: أعتقد أن قادة الانقلاب في النيجر قاموا بما قاموا به لتحسين ظروف التفاوض مع الغرب وخاصة فرنسا، لأنهم يعلمون بأن مصالحهم مع الغرب أقرب إليهم. ما تعليقك؟ ربما يعني ربما هذا صحيح، ولكن اليوم كل المتداخلين في هذا الشأن وفي هذا الإشكال يدعون إلى يعني تهدئة الخواطر وإلى الحوار وإلى الحلول الدبلوماسية وإلى حلول التفاوض. وفي اعتقادي أن اللجوء إلى القوة في يعني وهي بداية القوة كانت عبر الانقلاب يجب أن يكون مدروس، لأن تدخل عسكري في النيجر أو في غير النيجر هو يعني خطير وخطير جدا. وربما التفاوض يعني تفاوض الانقلابيين مع الغرب أو مع غيرهم سيأتي بنتيجة، ولكن في الأخير يجب أن يتم تفسير ذلك، لأنه انقلابهم
إذا كان على يعني المستعمرين كما يقولون أو على رئيس يتعامل مع قوى دولية بطريقة تفاضلية، فلماذا الانقلاب؟ يعني شفت الإشكال أن نقوم بحركة ويتم القيام بحركة يعني في اتجاه استعمال القوة، في اتجاه تكسير مناخ يعني استقرار ومناخ فيه انتخابات وفيه توجهات ديمقراطية وهي الحل في اكتساب السلطة، إلى توجه آخر يعني القوة تجلب القوة والعنف يجلب العنف والتطرف يجلب التطرف. ما رأيك جد ياسين؟ يعني ألم يكن هناك خيار أفضل؟ لماذا لم ينتظروا حتى تنتهي ولاية محمد بازوم ويسلم الشعب النيجيري السلطة لمن يستحقها عبر صندوق الانتخابات وليس عبر بندقية العسكر؟ لماذا هؤلاء العسكر إن كانوا صادقين أن يهددوا بقتل الرئيس؟ ألا يكشف هذا بأن هؤلاء يريدون السلطة فقط لا غير؟ أنا بتقديري يعني يعني مطالب الشعب النيجيري بالتغيير والإصلاح وكذا، فأنا أعتقد دفع المؤسسة العسكرية والانقلابيون بالانقلاب هذا، لأنه الوضع حقيقة الوضع الاقتصادي يعني سيء جدا والفقر يزداد، فالوضع في 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 النيجر لا يعني لم يتحسن منذ انتخاب الرئيس محمد بازوم. فهناك مقارنات، وخاصة الآن عندما نقارن مالي وبوركينا فاسو ودول أخرى، وخاصة أنا أعتقد بعد الحرب الأوكرانية الروسية العالم بدأ يتغير، التحالفات بدأت تتغير، هناك الآن إعادة النظر في التحالفات الدولية والإقليمية، الشعوب الأفريقية الآن تزداد وعيا، يعني تزداد يوما بعد في الوعي السياسي، في الوعي بالثروات. ولكن لماذا القادة العسكريون هؤلاء يحلون الأحزاب السياسية اللي عندها وعي سياسي ويقولون نحن نفكر بدلا عنكم، نحن أمناء وأوصياء على الشعب، لماذا لم يتركوا الساسة يقولوا هذا الكلام يا سيد ياسين؟ نعم، هذا سؤال في غاية الأهمية. أنا أعتقد أيضا هل الأحزاب السياسية أيضا يعني هي كانت فعلا لديها تقديم المصالح الوطنية، أم هي أيضا في النهاية هذه الأحزاب السياسية تحركها يعني الأجندات الخارجية والتأثير الفرنسي؟ أنا خذ مثلا منظمة الإكواس، منظمة الإكواس الآن في أزمة ثقة، لم تستطيع أن تحل المشاكل لغرب أفريقيا، تهدد فقط بالتدخل. أنا أقول لك مثلا لماذا باركت الإكواس ومن وراها فرنسا كل الانقلابات التي يعني حدثت في غرب أفريقيا؟ بوركت ودعمت كأنها تحول ديمقراطي لأنها تخدم المصالح الفرنسية ولا تخدم بالضرورة الشعوب الأفريقية. إلا الآن في النيجر لما حصل هناك شيء غير معروف غير منتظر، فأصبح الآن الإوكاس كأنها الآن تقوم بتفعيل دورها وتقوم بالقيام بالوكالة. الآن هناك الشعوب الأفريقية في غرب أفريقيا ينظرون إلى الإكواس يعني بعين الريبة والشك، يعني لأنها حقيقة لا تقدم الاستقلالية الأفريقية والمصالح الأفريقية بقدر ما هي. طيب، أصبحت سؤال أخير أخي ياسين، سؤال أخير، هؤلاء هل درسوا هذه الخطوة؟ يعني قبل أن نحكم عليهم وقبل أن نشكك في كلامهم، الأعمال ليست يعني فقط في الكلام الكبير والشعبويات وإنما بالواقع على الأرض، هؤلاء ألم يقفزوا قفزة في الهواء عندما تسببوا بقطع أنت قلت الكهرباء الآن كلها تأتي من نيجيريا، نيجيريا قطعت الكهرباء، من أين سيأتي هؤلاء العسكر بالكهرباء للشعب النيجيري يا سيدي؟ أنا بتقدير وهذا أسوأ شيء، أن نيجيريا عضوة في الإكواس ودول جارة للنيجر أن تقطع الكهرباء. هل الآن في النيجر في ديمقراطية حقيقية؟ وهل الشعب النيجيري شعب نيجيري يعني يتضامن وينسجم مع الحكومه النيجيريه؟ الان البرلمان النيجيري نفسه يعني ندد وقال وصرح يعني لا يقبل التدخل العسكري، فاذا هناك في انفصام بين هذه الشعوب، شعوب دول غرب افريقيا، وبين الحكام والنخب التي لديها ولاء. كلمه اخيره استاذ اسامه، بعض الانقلابات في العالم ربما تأتي من امتعاض شعبي كبير وتململ أحزاب سياسية وأحلاب أحزاب سياسية تلجأ أخيراً إلى العسكر وتطلب منهم
أن ينقذوا البلاد. لا يبدو أن شيئا من هذا حصل في انقلاب النيجر، ما رأيك أستاذ أسامة؟ دعني، هو انقلاب النيجر مازال جديد. للمقارنة يجب أن تدرس ما وقع في أخرى كالسودان، عديد الدول أين وقعت انقلابات. ما هو حال الشعوب اليوم؟ انظر إلى توابير يعني الشعوب وهي يعني تتسول لإطعام أبنائها. لا يوجد لا مؤونة، لا دواء، لا غيره من هذه الانقلابات. يعني تمت في وتمت الوعود الكبيرة التي سمعناها. انظر إلى بلدي تونس، انقلاب على الدستور وعلى البرلمان وعلى الأحزاب السياسية. اليوم الطوابير أمام المخابز يعني بالآلاف. الانقلاب هو مسار تخلفي يجب التوقف عنه، هذا من حيث المبدأ. الانقلاب ليس الحل. المسار الديمقراطي والحوار والتشاركية والحلول العملية هي الحلول للشعوب والحلول للدول كي تتقدم. شكرا جزيلا يعني لك. الانقلابات هي خيارات الضعف وخيارات الجهل والتخلف. شكرا لك. البرلماني التونسي السابق أستاذ أسامة الخليفي، كنت معي من باريس. كما أشكر أيضا السيد أحمد ياسين الكاتب والباحث في الشؤون الأفريقية، كان معي من ستوكهولم. وشكر لكم أعزائي المشاهدين، بإمكانكم الاستمرار بالنقاش والجدل حول موضوع هذه الحلقة من خلال منصتنا المختلفة، وخاصة في فيسبوك حيث طرحنا السؤال، وعلى يوتيوب التي سنعرض فيها هذه الحلقة مسجلة بعد انتهائها. أترككم في أمان الله.